يقول لهم إذا نظرت إلى قدرتك على خلق الله فتذكر قدرة الله عليك. ثم دخل بيته ودخل غرفته فتبعته زوجته فاطمة هذه بنت عبد الملك، قالت فوجدته جالسا واضعا يده على خده سائلة دموعه، فقلت له يا أمير المؤمنين أحدث شيء؟ قال تفكرت في أمر هذه الأمة، فتفكرت في الفقير الجائع وفي المريض الضائع وفي العاري المجهود وفي المظلوم المقهور وفي الغريب المأسور وفي الكبير ذي العيال، فعلمت أن الله سائلني عنه، وعلمت أن الذي يخاصمني فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخفت أن لا يقبل الله مني عذرا فيهم وأن لا تقوم لي حجة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحمت نفسي فبكيت.